الدرس الثالث لكي تكون هكر يجب أن تكون لديك معرفة بمهارات أساسية. يعني قبل أن تفكر أن تكون هكر لازم تعرف أشياء تضمن أنه تجيد هذا العمل بشكل مناسب. شنو هذه الأشياء أو المهارات الأساسية؟ هناك مجموعة من المهارات الأساسية عليك أن تعرفها وتتعامل معها قبل البدء في التعلم والاختراق. مثلا استخدام المواقع المشفرة مثل المتصفح تور. طبعا تقدر تحصل على هذا المتصفح موجود مباشرة، تكتب تور بالعربي او بالانجليزي بالجوجل كروم راح تحصل على هذا المتصفح. شنو فرق هذا المتصفح عن غيره؟ هذا المتصفح ما راح يترك اثر لك، ما راح يعني حسب ما هم يعني ذاكرين بهذا الشيء، لكن بالواقع راح تجي بالدروس القادمة ان شاء الله. فمتصفح تور لازم يكون عندك معرفة تنصيب متصفح تور وشلون تستعمله. يعني هذا المتصفح وحده يحتاج لدرس انه واحد يطلع عليه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، لازم تكون عندك معرفة بالانترنت المظلم او الدارك، بالانجليزي يسموه دارك ويب. شنو هذا الدارك ويب؟ هو محتوى شبكة عنكبوتية عالمية موجود في الشبكات المظلمة، يسمى بالدارك نت او الانترنت المظلم. يستخدم الانترنت ولكن يحتاج برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه. حتى تدخل لهذا الانترنت توجد مجموعة أشياء لازم تعرفها. يشكل الدارك ويب جزء صغير من الويب العميق، وهو جزء من الويب لا تفهرسه محركات البحث. معناتها انه انت من تدخل بهذا المتصفح ماكو واحد يقدر يتعقبك، ماكو واحد يقدر يعرف مكانك. قد يطلق عليه في النظام المشفر اسم اونيون او البصل. يعد الانترنت المظلم جزءا مهما من منظومة الانترنت، حيث يسمح باصدار المواقع الالكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر او موقعه. ويمكن الوصول الى الانترنت المظلم من خلال خدمات معينة مثل خدمة التور. اذن هسه عرفنا شنو الاونيون او التور، براوزر متصفح التور. بعد شنو المهارات اللي لازم امتلكها؟ لازم امتلك مهارات الكمبيوتر الاساسية. مثلا شنو هذه المهارات؟ من ضمن المهارات انه كيف استعمل برنامج الوورد، لانه انا عد ما اشتغل لازم ادون انه مثلا بفلان تاريخ انا دخلت لهذا الموقع، بفلان تاريخ انا قدرت اسوي الحاجة الفلانية، بفلان تاريخ قدرت احصل على فيديو تابع للموقع الفلاني، صديق اعطاني معلومة فذني لازم اسجلهن حتى يكون مصدر الك ومرجع الك. احتمال راح تكون هاي المحاضرة طويلة لكن لازم تسمعها، لازم تتعلمهن.
بالقناة مالتي توجد قائمة باسم دروس الهكر الأخلاقي، هذا اللي لازم تسمعهن، وتوجد قائمة ثانية للنصائح، وتوجد قائمة ثالثة للتطبيقات. يعني لازم تعرف انه الحاسبة مالتك كيف تدار، شلون تخلي رقم سري، شلون اذا انقفل عندك النظام شلون تكسر الرقم السري، اذا صارت عندك مشكلة معينة ببرنامج معين شلون تحلها. هذني لازم تعرفهن، هذني لازم تكون عندك اساسيات. بعد شنو من ضمن المهارات؟ ان تعرف الشبكات. تحتاج ايضا لفهم اساسيات الشبكات. انا اتكلم عن الاشخاص اللي يردون يتعلمون بشكل صحيح، مو الاشخاص اللي يجي ينصب مجرد كالي لينكس او غيره من البرامج ويبدي يريد يشتغل وصار هكر. هذا الشيء اصلا لا علمي ولا راح ينتفع من عنده، بالعكس راح يضر نفسه. بالمستقبل القريب جدا راح يشوف انه الحاسبة مالته راح تحترق، او على الاقل يضرب النظام، او الهارد يتلف، او الرامات يتلفن الى اخره، اذا ما عندك هذه المعلومات، على الاقل المعلومات البسيطة. بالمناسبة هذه الدروس اللي موجودة على القناة ما تستغرق يوم واحد، يوم واحد الى يومين يعني بالكثير. مهارات الشبكات، تحتاج فهم الشبكات، شنو النات، شنو الاي بي، الاي بي 4، شنو الاي بي 6، شنو البرايفت. طبعا هذن كل واحد من عندهن هو درس. شنو الراوتر، السويتش، الماك ادريس. حتى من تشاهد فيديوهات عن الهكر راح تعرف انه هذا الشخص متمكن، او هذا الشخص هاوي، او هذا الشخص فعلا اكاديمي ممكن يفيدك. يعني مو بس انت لقيت شخص على اليوتيوب شفت منزل مثلا طريقة معينة انت اجيت طبقتها مجرد تطبيق وحصلت نتيجة، لكن انت ما راح تعرف انه هاي النتيجة راح تنكشف انت كشخص شنو عواقبها، شنو ايجابياتها، شنو سلبياتها. فذني لازم تتعلمهن. بعد لازم نعرف عنوان البروتوكول اللي هو الاي بي ادريس، وشلون نقدر نعرف الاي بي ادريس مالتنا. راح اترك لكم رابط تعرف بموقع الاي بي ادريس، وكذلك راح تعرف ب اذا البورتات مالتك مفتوحة او لا. طبعا هذا الشرح وافي، مو كل اقراء، انت بامكانك انه توقف الصورة وتقرا. معلومات جدا كثيرة، انا معطيك مثال لتصفح من موقع ما مثل ويكيبيديا العربي. عادة احنا نستعمل ويكيبيديا حتى نعرف الاشياء، مثلا نريد نعرف معنى كلمة، نريد نعرف اي شيء تريده. هو عنوان لنطاق، ولكن برنامج المتصفح المستعمل لا يمكنه ارسال طلب تصفح معتمدا على عنوان النطاق، اي وانما عليه البحث عن العنوان الاي بي المقابل له، اي ترجمة عنوان النطاق لعنوان بروتوكول الانترنت. يعني انت من تكتب شيء تريده الانترنت ما يعرفه، راح يترجمه الى بروتوكول، الى شفرة. هذه الشفرة هي اللي توصله للمعلومة اللي انت تريدها. بعد شنو معنى حجب البروتوكول؟ شنو ال HTTP؟ وليش تستعمله؟ ليش موجود؟ يعني ليش هذا ال HTTP موجود؟ وليش المواقع الجيدة تحمل بداية HTTP؟ واللي ما بيها HTTP هاي دائما مواقع مضروبة، ونحذر من عندها، نحذر من المواقع اللي ما بيها HTTP بالبداية.
بعد. شنو النات اللي هو Network Address Translator المترجم؟ شنو هذه التقنية؟ هذه لازم تكون عندك معلومة ولو بسيطة. بعدين انت راح تشتغل بنظام، يعني احنا اغلبنا نشتغل على نظام الويندوز. بهاي المناسبة اريد اذكر شغلة جدا مهمة، واللي هي لازم انت تنصب نظام ويندوز، وبعد ذلك تنصب نظام وهمي. طبعا بالدرس القادم راح يكون عندنا كيفية تنصيب النظام الوهمي. ليش احنا نسوي هاي الطريقة؟ نسوي هاي الطريقة اولا حتى اذا صار خلل او تعرضت انت الى اختراق راح يخترق النظام الوهمي، ما راح يوصل للحاسبة الرئيسية. يعني بعض الاحيان يوصل العطل او الاختراق للحاسبة الرئيسية. يعني شلون يوصل للحاسبة الرئيسية؟ مثلا على سبيل المثال بعض الفيروسات بالمناسبة الفيروسات هي اوامر. هاي الاوامر مثلا اقرب لك الفكرة، لغة الآلة اللي هي 0 و1 على سبيل المثال. عندي أنا الكوبي، على سبيل المثال الكوبي مثلا 0.3.1.0، وعندي البيست 0.3.1.0.0.1 على سبيل المثال. من يجي هذا الفيروس راح يغير 0 إلى 1، فش راح تصير العملية؟ راح تصير عملية بدال ما كوبي شنو صير؟ صير بيست. يعني مثلا من أجي أنسخ فولدر ايش راح يسوي؟ راح يلصق لي اللي أنا كنت ناسخه قبل، وهكذا. مثلا أرد أفتح هذا الفولدر يجي يفتح فولدر ثاني. هذا شنو؟ هذا الفيروس. بعد شنو؟ الأخطر من هذا، أكو فيروسات تدخل إلى البايوز، وأكو فيروسات تدخل إلى النظام الأساسي للحاسوب. شو تسوي هذا؟ الحاسبة بيها كلوك، نبضات، وبعد ايش بيها؟ بيها سنسرات تتحسس الحرارة. مثلا من ترتفع درجة الحرارة تعرف عن الحاسبة هو عبارة عن سيليكون. من ترتفع درجة الحرارة اكو مراوح للحاسبة تشتغل حتى تبرد البروسيسر، تبرد الرامات، تبرد كارت الشاشة الى اخره من المكونات. واضح؟ هذا الفيروس راح يخدع درجة الحرارة. طبعا هذه حالة من حالات عديدة. راح يخدع درجة الحرارة، ما يعتبرها درجة حرارة عالية، يبدي يسخن المذربورد او تسخن الرامات او يسخن المعالج الى ان توصل مرحلة الانهيار. لذلك بعض الاحيان اذا حاسبات ضعيفة، يعني الرامات او المعالج ما يتمكن، يعني انت مشغل عليها برامج هي تفوق قدرة الحاسبة، وهذا الشيء احنا شرحناه باكثر من درس بمراقبة التاسك مانجر. شلون نعرف الحاسبة مالتنا تتحمل هاي البرامج او ما تتحمل، او اغلق بعض البرامج او ما اغلقها. هذه كل هالأشياء لازم تعرفها. إذا ارتفعت درجة الحرارة وما أطى إشعار للمروحة إنه تشتغل، إيش راح السبب؟ راح السبب العطل. طبعا هذا العطل ممكن يتلف الهارد، ممكن، يعني هذه يعني أشياء موجودة، قد يكون ما حد ذاكرها، لكن الآن اسمعها من عندي والتجربة شخصية. بعد من ضمن الاشياء جدار الحماية. شلون نقدر نحمي حاسبتنا؟ يعني قبل ما انا ابدي، بالمناسبة هو قضية الاختراق او الاختراق الاخلاقي هو حماية النظام. حتى تعرف شلون تحمي النظام لازم تعرف شلون توجد الثغرات. اذا عرفت ان توجد الثغرات
راح تعرف شلون تسد هاي الثغرات، وبالتالي راح تحصل على وظيفة في الكثير من الشركات. طبعا توجد شركات اونلاين، مجرد انت الدوام مالتك اونلاين لاكتشاف الثغرات. ومثل ما تعرفون يعني شركة ابل وشركة سامسونج والكثير من شركات الموبايل كل سنة تنزل تحدي للمخترقين، انه انت اذا وجدت ثغرة للنظام مالتنا احنا راح نعطيك كذا مليون دولار. يعني ارقام خيالية، يعني تخيل انت هذه الارقام وانت تتعلم بالاتجاه الصحيح. طبعا بالمناسبة جدار الحماية، يعني حتى نتكلم عن الويندوز، نظام الويندوز العاشر اللي نزل الآن أحدث شيء، وطبعا موجود عندنا ثلاثة دروس شلون تحدث الحاسبة مالتك، شلون تحدث النظام مجاني. من بعد ما تحدث النظام تفعل الانتي فيروس التابع له، بعدين تحذف النظام القديم حتى توفر مساحة على الهارد. طبعا ذني انواع للحماية ونقل الشبكات وال يعني كل عنوان من عندهن هو درس خاص. لا بعد ان تعرف هذه الاشياء هسه بامكانك تعرف هذه الاشياء تدريجيا، وبامكانك لا تعرفهن، يعني تخلي ورقة وقلم وتسجل كل هاي المعلومات وتبدي وحدة وحدة تعرف على الاقل يعني معرفة سطحية مو اللي تتعمق بيها. يعني احتمال يحتاج لك شهر او اسبوعين حتى تتقن هاي الاشياء، حتى من 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 تمر عليك انت فاهمها، من تشتغل، من تصير بالحاسبة اي شيء ممكن تعالجها، ما تصير عندك نكسة، ما تصير عندك انه ها انا فشلت، انا هذه وخلص بعد فشلت. ليش؟ لانه انت ما اتجهت المنهج الصحيح. المنهج الصحيح بعيد المدى لكن راح تحصل فائدة وثمرة من عنده. طبعا هذا الموقع، هذا الموقع لمعرفة البورتات المشفرة، بهن ثلاث حالات مثل ما يشوفون، راح تلقاها مفتوحة او مقبولة. قام الجهاز المضيف بالرد مما يشير الى ان ترقب الخدمة على المنفذ، او مغلقة او مرفوضة او مصفات. واضح. طبعا اللي عنده سؤال ممكن يكتب بالتعليق وان شاء الله ارد عليه. طبعا توجد الكثير من الأجهزة الأمنية حول العالم، من ضمنها الـ ISR وشركة السيسكو، شركات الـ VPN للحصول على عملية توصيل آمنة ومشفرة. طبعا هو يقول مشفرة لكن هو بالواقع هو يتعقبك، لانه انت من تدخل بهذا البرنامج اكيد تدخل باسم مستخدم ورقم سري. اسم المستخدم ورقم السري معناته عندك اي بي ادريس، هذا الاي بي ادريس مرتبط بالشبكة، شبكة الانترنت. اذا هذا عرف الموقع مالتك، لكن حسب ما موجود بالقوانين انه هذه الشركة تأمن للمستخدمين انه هذه المعلومات ما تطلع.
هذا الكلام أعتقد واضح. بعد لازم تعرف أكو أشياء مثلا اكتشاف الهجمات في الوقت الفعلي، يعني وقت الهجوم، يعني أنت من تريد تخترق فد شيء أي وقت، هذا يحتاج لدراسة. يعني مو أي وقت أنت بإمكانك تهجم، أكو فد شيء اسمه الهندسة الاجتماعية. يعني تريد تهجم على شركة معينة، أو تريد تهجم على صفحة معينة أو منتدى معين أو أي موقع كان، لازم عندك معلومات، لازم تكون عندك معلومات، بحيث يعني هذه الأشياء راح تعرفها يعني بالمستقبل وبالاستمرار وبالدروس راح تتعلم هاي الأشياء. لكن حبيت بس أوضح بعض النقاط الأساسية اللي لازم تتعلمها قبل ما تكون أو تحاول أن تنصب كالي لينكس. طبعا توجد العديد من الدورات في الهجوم بالأمن السيبراني، يعني هذه سلسلة الدفاع الهجوم من المرحلة الأولى، يعني يمثل لك، يعني هسه شوف هذه رقم 10، ما هي مراحل الهجوم على موقع معين. يعني مثلا شوف المرحلة الأولى استطلاع، يقوم المهاجم بجمع المعلومات حول الهدف. لازم تجمع المعلومات عن الهدف اللي انت تريد توصل له. بعدين المرحلة الثانية التسليح، المرحلة الثالثة التوصل، حيث يرسل المهاجم العمليات الاستغلالية وحاملات الضرر الى الهدف. شلون توصل الفيروس مالتك، شلون توصل طريقة الاختراق مالتك، شلون تخدع هذا الموقع. المرحلة الرابعة استغلال العمليات، المرحلة الخامسة تثبيت، المرحلة السادسة القيادة والسيطرة. من تتمكن شلون راح تسيطر. المرحلة السابعة الإجراءات، طبعا هذا اكو كلام نظري. يعني هذه ابسط الامور واكثر الاشياء اللي لازم تعرفها. اتمنى انه ما طولت عليكم، لكن هذين الاشياء جدا مهمة، لازم تعرفها، لازم تتعلمها. ونصيحتي للأشخاص الهواة أنه ما يتقربون لهذا المجال نهائيا، لأنه بعد سنة أو سنتين راح يلقى طريق مسدود. مجرد أنه يخسر فلوس، يخسر مصادر، يخسر حاسبة، وما يوصل إلى نتيجة معينة أبدا. لكن أنصح الشباب الأكاديميين، الشباب اللي فعلا يردون يحمون ممتلكات الناس، يريد يحمون مواقع الناس، يريدون يشتغلون بهذه الشركات الرصينة، أنا أنصحهم أن يتعلمون هذا العلم ويتفوقون به، لأن هذا علم يعني مثل ما الإنترنت موجود لازم تكون الحماية موجودة. يعني هو صح اسمه هكر او اسمه اختراق، لكن هو بالواقع حماية للمواقع. يعني احنا نتعلم اختراق حتى نتغلب على الثغرات الموجودة بالموقع، حتى نسد هذه الثغرات، حتى نأمن للمستخدم انه يستعمل البرنامج بالشكل الصحيح، ان يستعمل البرنامج وصوره ما يظهرن، وما حد يقدر
ياخذ مكالماته، ما حد يقدر ياخذ الفيديوهات مالته. واذا صار اختراق فان الشركه هذه هي اللي تتعاقب وهي اللي تتحمل هذا الاختراق. اذا عجبكم الدرس لا تنسون الاشتراك، ونشوفكم في فيديو ثاني ودرس جديد ومعلومات جديدة. مع السلامة.